أن من عناصر الوصفة للتحول اللي وقع للفريق الوطني هو أن هو إبعاد كثرة المتدخلين على المحيط ديال الفريق الوطني. يعني حاليا سيقجا هو الوحيد اللي كيتكلم مع رونار ومع اللاعبين. في السابق يعني في سنوات سابقة كانوا ممكن أي مسؤول جامعي يمشي عند المنتخب الوطني بدون سابق إنذار ويهضر مع اللاعبين أو مع الناخب الوطني. واش نقدروا نقولوا أن هذا العنصر هذا كان أساسي في التحول اللي وقع للفريق الوطني وخلنا نشوفوا منتخب مغربي بوجه آخر. واش نقول لك في هذه القضية هذه؟ يعني ملي بديت كنشوف انا في البدايه شنو هي العناصر اللي خصنا نحسنوها ف يعني كيف كيقولوا ساسوطوزيو بلا ما تكون بلا ما تجتهد على ان الفريق الوطني سي تان سيستيم اللي ما كيقبلش لي شوفوشمون كيقبلش التدخلات والامبيونس بزاف لا لان اللي لان داك التدخلات تقدر تعطي لي في انفيرس ملي لونترينور تيبغي كيقول اودي فات 3 ايام الاخيره ها كيفاش غادي ندير لا بريباراسيون بسيكولوجيك ها شنو غادي يكون فيها لو ميساج. الا كانوا الفريق الوطني محيطين به مع واحد 6 ولا 7 الناس ولو تكون عندهم حسن النيه ولو يكونوا علماء النفس ولكن ما عندهمش اطلاع على ديك الشيء اللي بغى يدير المدرب ما قالوا لهمش هما غادي يبداو يهضروا مع اللعابه في الشرق وهو تيهضر في الغرب. ولهذا الفريق الوطني ما يستحملش. وانا جيت مباشره للمكتب الجامعي وقلت للاخوان قلت لهم ودي الفريق الوطني العيش معاه ما يمكنش. اللي بغى يتنقل يشوف المباريات اهلا وسهلا ومرحبا. اللي كيهمنا احنا هو نشوفوا المباريات كنمشيو كل واحد الفندق بعيد على الفريق الوطني بكيلومتر ولا زوج ولا ثلاثه اذا ماشي في نفس البلاصه اللي كيكون فيها الفريق الوطني. الفريق الوطني سي تان سيستيم دابا ما كاينش. انا هذا تصوري وهذا هو اللي كيبغيو اللاعبين وكيبغيو لان اللاعبين عندهم عاداتهم عندهم طريقتهم باش يتكلموا طريقتهم هذا تيبغيو يكونوا في واحد المحيط يعني غير قابل كيف ما قلت للتدخلات والتدخلات. ما تنقولش بان هذاك المتدخلين راه عندهم نية سيئة ولا ما تعرفوش لا انا كنقول لك ولو يكون كلشي عندهم مزيان لو سيستيم تاع ليكيب ناسيونال خص يكون فيه طاقم تقني طاقم طبي كيشتغل تحت الامران تاع الطاقم التقني لان المدرب هو الباترون هو اللي تيقول اشنو خصو يدار وشنو ما خصوش يدار. هذاك الطاقم الطبي تاخذ قراراته وتيبقى عنده المساعدين تاعو وكاين الناس اللي كيسهروا على اللوجيستيك تاع الفريق الوطني هذا هو الطاقم الاداري. اللاعب ما غاديش نصيفطوه للسفاره يجلس بعد الساعات ديال الفيزا سي نورمال تعرفوا هذا الشيء. وكاين واحد اللي كاع هذا الشيء هذا خصو ينسقوا هذا الوقت هذا انا اللي تندير هذه الخدمه هذه